بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كلمة حاسد وكلمة حسد كم مرة ذكرت في القرآن وأين ولماذا؟ الحقيقة إذا تأملنا كلمات القرآن البالغ عددها أكثر من 77,000 كلمة، نجد أن هاتين الكلمتين لم تذكر إلا مرة واحدة فقط، كلمة حاسد وكلمة حسد. لماذا أيها الأحبة؟ أولاً ليحذرنا الله من شر الحسد الذي للأسف العلم الحديث لا يعترف به، مع العلم أن هناك بعض الدراسات أثبتت وجود الحسد. هاتين الكلمتين لم تذكر إلا في سورة واحدة، هي سورة الفلق في أواخر القرآن، السورة رقم 113 قبل آخر سورة، لأن عدد سور القرآن 114. طيب، ما هي الحكمة من ذكر هاتين الكلمتين مرة واحدة؟ ليلفت الله انتباهنا إلى وجود حاسد. الحاسد كاسم فاعل يعني صاحب الفعل، ووجود عملية الحسد بحد ذاتها موجودة من حولنا وتؤثر وتسبب مشاكل وكوارث وأمراض، ومثلا تفريق بين الرجل وزوجته. المشاكل في حياتنا، ينبغي أن ألفت انتباهكم أيها الأحبة إلى أن الحسد يمثل جزءا كبيرا من مشاكلنا اليومية التي لا نلقي لها بالا، والعلاج بسيط جدا. سورة الفلق، هذه السورة العظيمة أيها الأحبة، يعني يمكن أن أقول لكم هي آخر سورة تتحدث عن صفات البشر. يعني البشر، الإنسان، وخلق الإنسان عجولا، وخلق الإنسان ضعيفا، صفة الضعف، صفة العجلة، صفة الكفر، وكان يعني الإنسان كفور، الإنسان يئوس، الإنسان ظلوم، إنه كان ظلوما جهولا، الإنسان جهول. آخر صفة له في القرآن هي صفة الحسد. سبحان الله، لماذا يعني ختم كل هذه الصفات؟ هناك عشرات الصفات للإنسان في القرآن، ختمها بالحسد. لماذا أيها الأحبة؟ لينبهنا على خطورة هذا الأمر، لينبهنا على أن الحسد هو جزء من حياتنا اليومية، ينبغي أن نحذره من خلال قراءة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لذلك ذكرت كلمة حاسد مرة واحدة في القرآن، وكلمة حسد مرة واحدة في القرآن، وتحديدا في سورة الفلق. فهاتان الكلمتان من خصائص سورة الفلق، من الكلمات المميزة والفريدة في القرآن، لم تذكر أبدا. فكلمة حاسد هي كلمة مميزة تعبر عن بصمة سورة الفلق، لكل سورة بصمة أيها الأحبة. طيب، هذا الحسد لماذا لا نلقي له بالا؟ لأن الشيطان يشغلنا بأشياء تافهة، بالمسلسلات والدراما ومشاغل الحياة والوباء والبلاء، وأنت ستغادر الدنيا قريبا ولن تستفيد شيئا من كل هذه الهموم من حولك. يجب أن تنقل همومك أخي الحبيب من الدنيا إلى ما بعد الموت، أو إلى لحظة الموت على الأقل، تستعد لهذه اللحظة. وبالتالي أخي الحبيب، أفضل طريقة لعلاج الحسد رقم واحد أن تقرأ هذه السورة المباركة 3 مرات. كلما شعرت بإنسان يحسدك، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أحياناً إنسان فقير ليس لديه شيء يحسده شخص آخر، قد يكون غنياً يحسد الفقير، الغني صحته سيئة
والفقير صحته قوية فيحسد على صحته مع أنه فقير أو معدم. فالحسد يدخل في كل تفاصيل حياتنا أيها الأحبة. والطريقة المثالية علمنا إياها الله وذكرها في آخر القرآن قبل سورة الناس. فقراءة هذه السورة 3 مرات هي وسيلة رائعة جدا لعلاج الحسد. الشيء الثاني أيها الأحبة الوضوء والصلاة وذكر الله، هذه الأشياء الثلاثة هي درع يحميك. يعني أنا الآن ورائي هذا المنظر الجميل، أحتمي تحت مظلة من حرارة الشمس. طيب أنت بحاجة لمن يحميك أو لشيء يحميك من شر من يحسدك، الوضوء والصلاة وذكر الله تبارك وتعالى، أن تكثر من ذكر الله عز وجل. هذا ثانيا. الشيء الثالث أيها الأحبة أن تحسن إلى الناس، لأن الصدقة تدفع البلاء. أن تتصدق وتفعل الخيرات، هذه الطريقة أخي الحبيب تنجيك من الحسد بإذن الله سبحانه وتعالى. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هناك عبارات في القرآن يجب أن تحرص عليها كل يوم قبل النوم عند الاستيقاظ وقت الظهر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 7 مرات. هناك عبارات كثيرة في القرآن وآيات تنجيك من الحسد، من الحسد. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا. ردد هذه العبارات، أي يا رب أنت تكفيني شر هؤلاء، تكفيني أنني أتوكل عليك فقط، لا أريد أحدا غيرك. أنت يا رب تكفيني لأن ألجأ إليك وأحتسب همومي عندك. فعندما تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا دعاء علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعني ذلك أنت تستعيذ من شر الشيطان، من وساوس الشيطان فيك، بل أيضا من الآخرين، لأن الحسد سببه الشيطان أيها الأحبة. أول جريمة في التاريخ حدثت في الجنة هي جريمة الحسد قبل التكبر، لأن سيدنا آدم خلق من تراب، من طين، ماء وتراب طين. إبليس عندما علم أن الله سيأمر الملائكة بالسجود لآدم وهو مخلوق من طين، حسده على هذه النعمة فولد عنده الكبر. الحسد يولد الكبر أيها الأحبة، والكبر ولد المعصية لله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الحسد ينتهي بك في مستنقع الكفر والعياذ بالله. لذلك إياك أن تحسد أو تحسد أحدا على أي شيء، دائما قل الحمد لله، قل الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه. إذن أيها الأحبة، علاج ناجع للحسد الوضوء وذكر الله والصلاة والصدقة وأعمال البر، كلها تبعد الشيطان، والاستعاذة من شر الشيطان، والأهم من ذلك أن يكون قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن موضوع الحسد مهم جدا، لذلك ختم الله به صفات البشر في القرآن. سورة الناس خاصة بالشيطان بإبليس، سورة الفلق خاصة بإبعاد الشر عنك من قبل الذي يأتيك من الناس، النفاثات في العقد، السحر، وكذلك الحسد أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.